مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير معكرونة كتير سهلة وسريعة وطيبة. سلقت المعكرونة اكيد عشان ما اطول عليكم بالفيديو. وكمان عنا 5 حبات بندورة صغار، قشرتهم وقطعتهم بهيدا الشكل، ملعقة صغيرة ملح، ربع ملعقة صغيرة حر بودرة احمر، كمان حبة ثوم صغيرة نعمتها بهيدا الشكل، بصلة صغيرة قطعناها، 3 معالق طعام زيت زيتون، وملعقة صغيرة مردكوش أو أوريجانو. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شي بحط الزيت، منقلي المردكوش حوالي نص دقيقة بهيدا الشكل. حط البصل، ثوم، حطهم مع بعض. واو، ريحة كتير طيبة. بصرت البصلة بهيدا الشكل. هلا بحط البندورة، كمان بحط الملح والحر، حركهم مع بعض. هلا بغطي الطنجرة وبتركهم لتستوي البندورة. بخفف الغاز تحتهم اكيد. بعد حوالي 5 دقايق بس استوت البندورة وصارت الخلطة بهيدا الشكل. هلا منخلطها مع المعكرونة. بسم الله. نخلطها منيح. وجبة كتير كتير طيبة. هلا منحطها بصحن. كمان منزينها بقدونس. هذه وجبة المعكرونة اللي عملتها أنا وياكم. بتمنى التعليق على الفيديو والإعجاب بالصفحة، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.